صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم مره تانية، وده معادنا اليومي ايضا مع نشره اخبار الطقس. خلونا نتعرف مع حضراتكم على درجات الطقس المتوقعه النهارده. تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد اليوم طقس حار على القاهره والوجه البحري وشبوره خفيفه والرياح معتدله، فيما تشهد السواحل الشماليه طقس معتدل والرياح معتدله قد تنشط احيانا. كمان بيتوقع الخبراء ان يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحراره والرياح هتكون معتدله وقد تنشط احيانا. اما في الليل فتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يسود طقس لطيف على القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه، ايضا هيكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد هيكون الطقس معتدل، اما جنوب الصعيد فقد يكون ايضا الطقس معتدل ليلا. نروح معاكم لدرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات المختلفة، والبداية من القاهرة كما تعودنا. درجات الحرارة اليوم: القاهرة العظمى 36 والصغرى 23، الإسكندرية 27 والصغرى 21، مطروح 28 والصغرى 21، بورسعيد 30 21، دمياط 30 21، الإسماعيلية 35 20، والسويس 35 22، العريش 33 20. طابق العظمى 34 والصغرى 26، كاترين 32 20، شرم الشيخ 39 27، والغردقة 40 والصغرى 26، الفيوم 37 24، بني سويف 38 24، المنيا 40 24، أما أسيوط فالعظمى 42 والصغرى 24. سوهاج العظمى 43 والصغرى 26، قنا 44 28، الأقصر 45 28، وأسوان العظمى 45 والصغرى 29، الوادي الجديد العظمى 44 والصغرى 28، وأخيرا حلايب العظمى 35 والصغرى 27.